إذن عن تقرير صندوق النقد الدولي عن تردي الأوضاع الاقتصادية في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علو. دكتور صباح مرحبا بكم. يعني في تقرير واضح لصندوق النقد الدولي يقول فيه أن أكثر من 20% من الشعب العراقي يعيش تحت خط الفقر، ولكن السؤال المطروح، هذه النسبة ماذا تمثل في دولة تسبح على بحيرة من البترول؟ تحية لكم. أهلا بك سيدي. حقيقة هذا التقرير يؤكد ليس فقط أن ارتفاع نسب الفقر أو البطالة أو أن الاقتصاد في حالة من حالات الانهيار أو أنه يكون ذو جانب واحد من خلال الإيرادات النفطية، أي أنه تحول إلى بلد الريع. ليس فقط هذه العوامل التي زادت من عمليات الفقر، وإنما أن القائمين على إدارة الدولة بكل مفاصلها سياسيا اقتصاديا اجتماعيا صحيا في كل مجالات الحياة غير كفؤين، ودللت على فشلهم نتيجة لتواجد عدد من كبير من الأزمات، ومنها أن هناك 8 مليون حسب تقرير لصندوق النقد الدولي 8 مليون عراقي يعيش تحت خط الفقر، وتحت خط الفقر بما معناه أن دخل الفرد حسب التقدير الدولي لا يتجاوز دخله اليومي عن دولار فاصلة 25 دولار وربع، أي بمعنى بالعملة العراقية يقدر بحدود حوالي 2000 2000 في الشهر بمعنى 60,000. إذن 60,000 لا تكفي فقط للمأكل، يعني هذا مستوى المعيشة فقط، أنه هو 20% في الاستهلاك اليومي. أما بالعراق أصبح الفقر ظاهرة خطيرة جدا، لا تتمكن القوى السياسية التي حكمت العراق منذ 2003 لغاية الآن لا تتمكن من فك هذه الأزمة، حيث أصبح الفقر متعدد الأبعاد وتزداد نسبته إلى أكثر من 35% ممثلا بالدرجة الأساسية في النقص في الجانب الصحي التعليمي مستوى المعيشة. يعني لو نعود إلى موازنة 2019 33% من سكان العراق يستفادوا من التخصيصات الصحية في الموازنة، أي بمعنى 67% هم بدون خدمات صحية. بدون خدمة. نعم. هذا أيضا شكل من أشكال الفقر الخطير جدا مستقبلا. طيب دكتور صباح، دكتور هذه السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة والتي أوصلت الاقتصاد إلى ما نحن عليه اليوم، لماذا لم تكن هناك مسارات تصحيحية ورغم الوعود التي أطلقتها حكومة مصطفى الكاظمي على سبيل المثال؟ حقيقة من يقود العملية السياسية والبلاد من 2003 لغاية الآن لا يمتلكون برنامجا واضحا. نعم. يعني نلاحظ أن كل سنة تتم عمليات تقديم الموازنات بدون برنامج حقيقي، وكأنها عملية توزيعية ومعونات تدفع للوزارات ويتم سرقتها أو هدرها بوسائل مختلفة أو أشبه بأنهم شرعنوا الفساد، ولذلك لا تتمكن هذه الطبقة السياسية من عمليات الإصلاح حقيقة. والدليل منذ شهر 10 الماضي ولغاية الآن لم تتمكن من الاتفاق على برنامج لخدمة البلد وتشكيل حكومة، فكيف تتمكن من فك هذه الأزمات المتراكمة منذ 2003 ولغاية الآن على مدى 20 سنة؟ علما بأن هذه الأزمات أصبحت خطيرة ومن المحتمل أن تعود الثورة الشعبية لتشرين 2019 بشكل أكبر، وستضم ليس فقط الشباب وإنما ستضم أعداد كبيرة جدا من الشعب العراقي حقيقة. وهناك دراسة أن الثلاث سنوات القادمة إذا ما استمرت نفس السياسة الريعية للنفط دون وجود أي شكل من أشكال الاستثمار للإيرادات
نعم. ستزداد نسبة الفقر 30%. هو في هذا الإطار دكتور، دكتور في هذا الإطار تحديدا وفي هذا المفصل، كما تعرفون اعتمدت الحكومات المتعاقبة منذ الاحتلال على الاقتصاد الريعي، ما أثر ذلك على اقتصاد العراق دكتور؟ الاقتصاد العراقي في حالة انهيار حقيقة. حاليا أصبح الوقت ضيقا جدا، ولا يمكن استثمار الوقت المتبقي لهذه الطبقة السياسية أن تتمكن من إصلاح برامجها في الجانب الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وغيرها. يعني نلاحظ هناك أزمات خطيرة، لا تتمكن هذه الطبقة، لا تتمكن من الاتفاق على برنامج، فكيف تستطيع فك أزمات خطيرة جدا يعيشها العراق مثل الفقر والبطالة؟ نعم. وكلنا ندرك سنويا بحدود حوالي أكثر من 100,000 خريج ينزلون إلى قوة العمل للشارع. هذا يشكل لنا، يدلل أن هناك برنامج تدميري للاقتصاد العراقي ممنهج، وهذا واضح من خلال ما نراه في الشارع العراقي من إضرابات وستزداد خلال هذا الصيف القادم لضعف الخدمات وغيرها. ولذلك نلاحظ الاقتصاد الريعي دمر العراق دكتور مقارنة بدول أخرى. طيب دكتور، الاقتصاد الريعي يؤثر على موضوع إيجاد فرص عمل للشباب؟ هل له علاقة مباشرة؟ نعم. السبب الجوهري والأساسي أنه لم يتمكنوا من إيجاد فرص عمل حقيقية، لأن عمليات الفساد والسرقة والهدر للإيرادات النفطية لا تنعكس في إيجاد فرص عمل جديدة للعاطلين أو لمن يمتلك القوى العمل المتخصصة بمختلف التخصصات. يعني هناك أطباء حاليا يبحثون عن العمل، نعم. مهندسون، مزارعون، ومختصون خريجون جامعات وغيرها. هذا يعني أساتذة الجامعات في السليمانية يطالبون، نعم، بمرتباتهم المتوقفة لمدة شهرين ماضيين. نعم. من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علاوي، شكرا جزيلا لكم.